الآن لدينا فقرة خاصة أتمنى تستمتعوا فيها. طيب أنا مش عارفة إذا أنتوا سمعتوا بهذا الشخص ولا لا. هذا الشخص في أمريكا حصل على جائزة وبيحطوا صورته كمان على إعلانات نايكي. ليش؟ لأنه بيستطيع القفز على السيارات. يعني السيارة كم متر؟ طيب إيش رأيكم إن إحنا عندنا في اليمن؟ هو وصل بس لأنه يستطيع يقفز. إحنا عندنا في اليمن جماعات متعددة تمارس القفز كرياضة وتقفز بأمتار أكثر بكثير من هذا الشخص. لكن هل في حد فيكم يعرف عنهم؟ طيب الآن نشاهد الفيديو عن رياضة القفز في اليمن. How do you jump over a camel? كيف تقفز على جمل؟ فوق الجمل. تقفز فوق الجمل تيجي من أول الطريق أصلاً الارتفاع ولا؟ كيف لما تقفز من فوق؟ تيجي مع حامي. I run fast and then jump high over the camel. Okay, so show me. What do I do? All right, so this is the early preparation here for camel jumping. They have 3 camels. That's all they can find in the village this afternoon. The very best athletes, they say, in this whole part of Yemen, and the strongest, bravest tribe of all. Preparations beginning here at the far end here. Slowly, slowly, up, fast, 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 fast. Acceleration, fantastic. 9.8 out of 10. Excellent. Good. Hey, nice going. Here's the next one. Here he comes. He's been over before. Last time he didn't quite make it. There he goes again. It's a clean jump. Unbelievable. اليوم لدينا فائز بمسابقة القفز على الجمال في مهرجان الحسينية في الحديدة، حبيش دحفي. أهلا حبيش، أنت يعجبك القفز صح؟ كان مفروض تطلع كذا. طيب هذه الرياضة جدا جميلة، أنا أول مرة أعرف فيها. أولا كلمنا عن الزرانيق وكيف نشأت هذه الرياضة في الزرانيق. والله يعني أبن أنجد في بلد الزرانيق القفز نعتز نحن واليمن ككل به ونتشرف به. شكرا شكرا. وانا اخذ تدريب يعني في الوسط الاسبوع يوم واثنين تدريب ناخذ الى القفز والمهرجان الحسيني للست الجمال الاوائل على الركن الاول حقنا. انت الاول صح مبروك شكرا. لكي نعتز بها نحن واليمن ككل. نحن يعني لعبته مفتخرين بها أبا أنجد ونقفز على الجمال ونقفز على السوالين ونقفز إلى أي حاجة. طيب إيش أعلى حاجة قفزت منها؟ إيش أعلى مساء أعلى ارتفاع؟ الارتفاع مترين ونص. إيش كان مه؟ ما هو؟ جمل يعني؟ الجمال مترين ونص. يعني الفوق ارتفاعه. اوكي. والاول الست الجمال تبلغ الى 7 متر يعني. القفز الاول. الى 7 متر. اوكي. ايوه هي. مترين ونص. بأي سن بدأت القفز؟ ها؟ في أي سن بدأت تقفز؟ يعني في سن 10 سنوات. ما شاء الله. إلى اليوم كذا 25 سنة. ما شاء الله. جميل. الله طيب بس كذا سؤال، ليش تقفزوا على الجمال؟ ليش ما تركبوها بس؟ والله أخذ الأب والجد هذا الأمان يعني أجزاء بعدها. شكراً 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 على حضورك. تسلم.